ومباشرة من كابو المشاهدين ينضم لنا فضل القاهر قاضي مراسل MBC. أهلا بك فضل، دعنا من فضلك في صورة آخر التطورات من حولك. مساء الخير. اليوم طبعا كان هناك انفجار حصل في مطار كابول، والذي طبعا آخر حسب آخر ما جاءتنا من أرقام حقيقة هو أن نسبة القتلى ارتفعت إلى 43 شخصا حتى الآن، وكذلك عدد المصابين أكثر من 50 شخص في الواقع. وقد حضرت بالفعل حقيقة، كنت في أحد المستشفيات التي يعني يعالج فيها المصابين. في الواقع وجدت حالة من الهلع، حالة من البكاء حقيقة لدى الأهالي الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث. طبعا الانفجار الأول في الواقع طبعا هو استهدف مخيما للبريطانيين في المطار. هذا المخيم كان تتبع القوات البريطانية، والتي كانت تتجمع فيه الأفغان، من ثم يتم نقلهم إلى مطار إلى الطائرات. في الواقع طبعا من بين الذين قتلوا في الواقع هناك جنود أمريكيون، و كذلك هناك عناصر من حركة طالبان الذين كانوا يؤمنون المكان أيضا قتلوا في هذا الحادث، وبينهم نساء وأطفال حتى الآن. وكذلك نحن تحدثنا مع الأطباء في مستشفى وزير أكبر خان، وهذا المستشفى حكومي، قال لنا بأن العدد ربما القتلى ربما سترتفع بسبب الحالات الحرجة هنا في المستشفى. ولكن ماذا عن الصعيد السياسي؟ ما هي آخر المستجدات فضل؟ بالنسبة سياسيا طبعا المشاورات لا زالت جارية فيما يتعلق في موضوع وادي بنشير أو مدينة بنشير التي لا زالت تحاصرها حركة طالبان. فقد ذهب 15 وفدا من حركة طالبان، وقد وصلت بالفعل إلى داخل مدينة بنشير لمفاوضات مع قائد المعارضة هناك أحمد مسعود. وطبعا هناك الطرفين لا زال يتحدثان عن حل سلمي لهذه المنطقة، وحسب ما جاءتنا من أنباء بأن ستكون هناك قريبا ستعقد أو ستنتهي هذه الأزمة قريبا وتحل مشكلة بنشير بشكل سلمي. نعم، مباشرة من كابول كنت معنا فضل القاهر قاضي مراسل MBC، شكرا لك.